بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم طاقة إيجابية، طاقة إن شاء الله غادي ناخذوها من القرآن الكريم. القرآن الكريم كله شفاء وكله دواء. إلا بغيتي تكون إن شاء الله تشافى وتعافى من أمراض الروحية والأمراض اللي تصيب الإنسان، إما حسد أو عين أو سحر. السحر المرشوش اللي تأثر على القدمين وتأثر على الكتفين. العين الحاقدة الباغضة، العين تكون من جار السوء أو إنسان خبيث مقابلك ليلا ونهارا، تتأثر على الجسد بقوة. أما الناس اللي تتصابوا بالعين الحاقدة أو الحسد، الحسد أقوى من السحر. السحر عنده علامات والحسد عنده علامات. إذن سنطلب الله سبحانه وتعالى يشافي جميع الناس ويشافي عباده يا أرحم الراحمين. ولكن اليوم نعطيكم واحد الطاقة إيجابية من القرآن الكريم باش نشافيو الصدور ونحيدوا الوسواس اللي تأثر على الإنسان. الوسواس هو اللي تيخليك توضاي وتعاودي توضاي، وأنك دائما محتارة في الصلاة. الصلاة تتكوني دائما تايهة على الصلاة، أو في الوضوء تتكوني عندك شك أنك واش توضيتي أو ما توضيتيش. أما الناس اللي عندهم الوسواس دائما تخافوا من الأماكن المظلمة أو الأماكن العالية أو الأماكن اللي تتكون مغلقة، تتسمى هذاك وسواس قهري اللي تتأثر به الإنسان على حسب إنسان واش عنده مس ولا عنده. هو عنده واحد الطاقة دخلاته، منظر او مشاكل في الصور ديالو اثرت عليه في الكبر ديالو. اما الناس اللي عندهم مس وعندهم عوارض وعندهم مشاكل، لابد غادي تعالجوا بالقرآن الكريم والرقية الشرعية. ايات الشفاء اللي غادي نقراوهم على كأس، ضروري ضروري كأس ديال الطين. الطين رائع في الشفاء، الطين هو علاج لأمراض الروحية بالنسبة اللي عندهم الوسواس، الناس اللي عندهم تخبطات في الأحلام، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الجسد ديالهم، الناس اللي تيكونوا عندهم عوارض في الجسد ديالهم. دائما محتارين أشنو عندي في الجسد ديالي، أش من طاقة دخلات، طاقة الحسد أو طاقة العين أو طاقة السحر. كل طاقة عند عوارض. الناس اللي عندهم العين الحاقدة تتكون عندهم ما بين العصر والمغرب تيجيه بكاء شديد، أو أنه دائما تحس بخنقة في الصدر، ألم ما بين الكتفين وألم في الرأس. الناس اللي عندهم عين حاقدة ما تقدروش يديروا أي عمل، دائما محطمين والجسد ديالهم محطم. اذا هادو تتكون عندهم عين حاقده. اذا اي مرض غادي ان شاء الله نعالجه بايات الشفاء. غادي نعطيكم الطريقه والايات غادي نكتبهم لكم، ولكن كاس الطين هذا ب5 دراهم، ب5 دراهم تشريه من عند مول الطين وتبداي تعالجي به ان شاء الله. اول حاجه هاد الايات سهلين في القراءه، ولكن غنعتمد على الفاتحة هي الأولى، وآية الكرسي 7 مرات، والفاتحة 7 مرات، عاد آية الشفاء. آية الشفاء اللي غادي نقراهم إن شاء الله بحول الله، قراهم في الليل ونقراهم في الصباح باش نتشافى من جميع الأمراض، إن كان سحر أو عين أو تابعة أو إنسان مصاب بالخمول أو أمراض لا يعلمها إلا الله. تتكون عنده مجموعة عقد هما اللي تيكونوا من الحسد والعين والسحر. إذا أحبابي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخدو كأس
كل صباح غادي نقرا عليه، او نقرا عليه في الليل ونخليه حتى الصباح، ونشربه على الريق على معدة فارغة. الناس اللي باغين يتشافوا يقراو عليه في الليل ويغطيوه من الطاقة السلبية ويشربوه. الآيات غادي نحطهم لكم، غادي تقراوهم على هاد الماء. غادي تقولوا لي غادي ناخدو قرعة ونقراو عليها؟ لا، خاصكم تقراو على الطين. على الطين، هو شافي معافي لأمراض الروحية، المس، أي حاجة. الكأس طين ب5 دراهم، نقرا عليه في الليل ونخليه حتى الصباح، نشربه على معدة فارغة. بالليل نقراه في الليل ونشربه في نفس الوقت. آخر كأس هو يكون هو هذا الكأس، من تمشي تنامي تقراي عليه في نفس الساعة وتشربيه، وتقراي واحد آخر على الصباح باش تشربيه على معدة فارغة. لأن هذه الآيات الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باش تقراو، باش يتشافى إنسان إلى مشى عند الرقاة وما العارض عنده قوي، أو الإنسان عنده مس قوي، غادي يعالج نفسه بنفسه بطاقة إيجابية، وياخد واحد الطاقة ديال الشفاء بشوية بشوية حتى يتعافى. ما يمكنش إذا كانوا العوارض قويين خاصك تشافي، تاخدي وقتك، ولكن المداومة على الشفاء من المس. الله خلق القرآن الكريم لعلاج أمراض نفسية. وشنو هما العقد؟ هما عقد العين والحسد والتوابع. اذا غادي نعالج نفسي بنفسي. كاين الناس اللي ما عندهمش الماديات باش انه يبقى يتواصل مع راقي، اذا غادي ناخد كأس ونقرا هاد الايات اللي غادي نكتب لكم مع الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، سورة الفلق، ونقرا. ولكن القراءة اللي غادي تقرا هو هاد الكأس. هاد الكأس فيه شفاء ودواء، الطين رائع في الشفاء. اذا احبابي، هاد الصيغه راه واخا تمشي عند راقي هادشي اللي غادي يعطيك. ونتبخر بالسنوج مقري عليه سورة الصافات وسورة يوسف وسورة النور، غادي تبخروا بالسنوج اما ما بين العصر والمغرب او المغرب والعشاء. نقرا عليه هاد الصور، هاد الصور اللي تعالجوا بهم حتى الرقاة. الناس اللي عندهم اي مس بدون ذكر اسماء، تسمى اي مس او عارض يكون قوي او يكون ماشي قوي، خاصك ترقي نفسك بنفسك، ولو تاخذي مدة طويلة او مدة قصيرة. الشفاء عند الله، الشفاء عند الخالق، يقدر في اول جلسة تقدري انك تعالجي باذن الله. اذا احبابي، ما نطولش عليكم، هنخلي لكم في اخر الفيديو، هنخلي لكم ان شاء الله ايات الشفاء. ولكن حاولوا تحصلوا على هذا الكأس، لأن هذا الكأس رائع في الشفاء. غادي نحط لكم وصفات متابعة لهاد الفيديوهات. إذا غادي نعطيكم وصفات لعلاج التمريض، الناس اللي عندهم مرض في الجسد ديالهم أو تعانيوا من مرض شديد سببه المس. إذا الفيديوهات اللي غادي يجيو ان شاء الله غادي يكونوا على حسب الرقية الشرعية لعلاج امراض الروحية والنفسية وامراض الجسد
لي فيه تنميل، فيه ألم، فيه حريق ما بين الكتفين، فيه ألم الرجلين، هو سببه المس. إذا بعض النساء تمشيو عند الطبيب ولكن بدون جدوى، العلاج ما كاينش، هو خاصنا نعالجو نفوسنا بنفوسنا، والتأمل إلى الرحيم، نتوجه في ثلث الليل، نصلي ركعتين التسبيح بيا شافي يا معافي، ونذكر الله جيدا، ونستغفر جيدا. الابتلاء هو الابتلاء من الله، تيلا ابتليك بأي حاجة هو ابتلاء من عند الله. إذا باش غادي نتشافاو ونتعافاو، غادي نتشافاو بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أحبابي ما نطولش عليكم، تنتمنى لكم الصحة والعافية، تنتمنى أنكم تخليوا لي لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.